الشعب إذا جاع يأكل حاكمه. بدنا إيش نحن؟ طالبك بحقوقنا. نقول باسم كل الشرائح إحنا سنعلن إضراب عام ومفتوح. وين عالدولة؟ الحكومة عم تاخذ قرارات، شيء بيتنفذ شيء ما بيتنفذ. نحن سنكون ضد المونس. نكون نعيش نحن بدم حالنا. لا ما يرحموا. لك يرحموا حكومة ورثة هي يعني لازم عينة حكومة. لبنان. مين تختار يحكي باسمك ويكفي.